بدي اياها من شان تنقع وتشرب ميتها. هذا القرار ما بينطبق الا على صاحب الشركه والشريك الاصيل، اما الوكيل فما بيشمله هذا القرار لانه منه شريك فعلي الا بحاله ثبات وفاه الاصيل. مش صحيح هذا الحكي. بلا صحيح، انا حاطط بنود الشركه بنفسي وانت والسيد عامر موافقين عليها، وانا بعرف كل كلمه مكتوبه بالبنود، لهيك فيك حضرتك تتفضل لبرا تاخذ معك معلمتك. قوي منك استاذ برهان، والله اصفته عصف هيك لا يعرف مين جايبين معنا. طيب ماشي يا ماتر برهان، انا موافق على العرض. اي عرض؟ ولو 5 مليون دولار، حق العقد يلي محتفظ فيه بمكتبك. بتحب نتمم الصفقة هون أو عندي بالمكتب؟ صفقة شو ماتر برهان؟ الأستاذ برهان عنده عقد بيثبت إنه عامر بيعني حصته بالشركة وطلب مني 5 مليون دولار حتى يعطيني الكونترا وصير أقدر أرميكم برا.